إلى حمدانية نينوى، وإذ ما يزال الحزن مخيما على القضاء فقد شيع ذوو ضحايا ولليوم السادس على التوالي جثامين أهاليهم إلى مثواهم الأخير في مقبرة آل قيامة داخل المدينة. الأهالي أكدوا أن ما حدث فاجعة مجتمعية تركت أثرا كبيرا في نفوسهم، كما أشاروا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، كما أن كثيرا من المفقودين لم يعثر على جثثهم حتى اللحظة. أكيد لن تنتهي هذه المواقف والأحزان. هذه الفاجعة بدايتها صعبة، ولكن نهايتها ستكون أصعب، لأن ما سيترتب من هذه الفاجعة على ذوي الضحايا من بقيوا أحياء ستكون كبيرة جدا، بعدم وجود ما يحقق لهم عودتهم إلى الحياة الطبيعية، مثل ما حصل في الفواجع الأخرى في العراق، وهي لا تعد ولا تحصى. في هذه المدينة، مدينة نينوى، التي هي مهد التاريخ والحضارة، لدينا فواجع كثيرة، لدينا العبالة، لدينا سقوط نينوى. طبعا بعد أكو مفقودين كثيرين. أنا من أهلي هم ابن خالي مفقود، وزوجته مفقودة، وأيضا ابن خالي الثاني اللي هو زوجته الثانية هي مفقودة، وكثيرين من أهلنا أيضا مجروحين بالمستشفيات وجالسين أهاليهم بقربهم. وطبعا يعني الوضعية كثير متألمين من عدها. هذا وأعلنت دائرة صحة نينوى ارتفاع عدد وفيات فاجعة حفلة زفاف في قضاء الحمدانية إلى 113 شخصاً. الدائرة وفي بيان لها أفادت أن أكثر من 40 جثة من بين الضحايا لم يتم التعرف إليها، فيما أشارت إلى إرسال 12 مصاباً إلى خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء. في